وخلانا كلنا نبكي من إحساسه العالي. فنان قدم أغنية عن الشهداء من رجال الشرطة والجيش، أغنية والدي الشهيد المبدع الصغير سيف مجدي. أحب أعرف الجميع قد يكون همزة عن حياته، ليا الشرف والدي الشهيد اللي افتخر بإنجازاته. أكيد طبعا بشكر كل الجميع على هذا الحفل الجميل جدا، وأنا فرحان جدا إن أنا وسط النجوم الكبيرة دي كلها. أنا عمري ما كنت أحلم أشوفها حتى والله، ويا رب إن شاء الله مصر تبقى في مكان أعلى بكتير إن شاء الله يعني. تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي، وعدت ونفذت. ومصر بتفرح، ومهرجان ام الدنيا النهارده على ارض مصر، من دبي الى ارض مصر. سفراء النوايا الحسنه النهارده بيدعموا افتتاح قناه السويس، وبيكرموا اجمل الاغاني اللي كان ليها تاثير في الوطن العربي كله، من اول سيد درويش لغايه اصغر طفل غنى لمصر. غدا رجب غنت وقالت تسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي، والاغنيه دي اتكرمت في ام الدنيا في دبي، لكن ما ينفعش ما تتكرمش في مصر. اولا مبسوطه ان انا معاكي يا بوسي، لانك دايما معايا في الافراح كلها، في الحاجات الحلوه المفرحه. سعيده جدا باليوم كله النهارده، مش بس بتكريم تسلم الايادي، طبعا سعيده بيه، وسعيده باليوم اللي انا جايه في الشوارع حاسه ان فعلا مصر بتفرح. في زينه وفي اغاني وطنيه طول الوقت سامعاها، سامعه من هنا الاغاني الوطنيه، والناس كلها فرحانه. مصر بتفرح، ومصر بتنتصر، ومصر فوق الجميع. وطبعا تسلم الايادي بالنسبه لي من اهم الاغاني اللي انا قدمتها الاعمال الوطنيه، ومن انجحها، ومن اكتر الاغاني اللي كانت مؤثره في بعد ثوره 30 يونيو يعني. فالحمد لله يعني. طبعا النهارده شاديه، والنهارده ياسمين الخيام، هاني شاكر، لطيفه، مدحت صالح، محمد فؤاد، ناديه مصطفى، مش عايزين ننسى حد. قد ايه الاغاني الوطنيه بتبقى في الذاكره زي فيلم السينما يعني، ممكن اغاني بتاعتكم خاصه ما تفضلش كده، ولكن الاغنيه الوطنيه صح، لانها بتبقى مع حدث، وحدث يخص بلدك، يخص بلدك وأرضك وتاريخك ومستقبلك. ومصر يعني في أول المشاكل كلها كان إحساسي، أنا ما كنتش عارفة قد إيه أنا بحبها كده، وقد إيه أنا منتمية لمصر كده، وقد إيه أخربش أي حد يجيب سيرتها أو يبقى عايز يمسها بسوق. فالإحساس ده جالنا كلنا، ولذلك لما اتعملت الأغاني اتعملت بصدق، عشان كده عايشة مع الناس وأثرت في الناس. بتفرحي لما بتاخدي جايزة عن أغنية وطنية مش عن أغنية خاصة ليكي؟
بفرح في الحالتين، بس في الغنوه الوطنيه فرحتي بتبقى ببلدي. بالظبط، اكتر يعني الفرح المعاني الوطنيه دي والانتماء ده اللي هو اتمنى الفتره الجايه يبقى فيه تركيز فيه للاجيال الصغيره وللمدارس كلها، لانه شويه بحس انه الاجيال الصغيره ما عندهاش الانتماء ده قوي، ده يخوفني. فنفسي زي ما احنا طلعنا كده هم يطلعوا كده. اكيد. كلمه اخيره تقوليها لمصر ومصر بتفرح بقى، تقولي لهم؟ اقول لها يا رب يحميكي يا مصر ويحرسك ويحميك يا سياده الرئيس وينصرك على كل اي حد ممكن يفكر انه يمسك او يعاديك، وانت مش بس بطل مصر، انت بطل الاوبا العربيه كلها. وتسلم الايادي، تسلم يا جيش بلادي، وتسلم يا اللي شايلها ويا اللي حلف ترد تجملها، وقلت المايلة لازم نعدلها بعل والصوت. تسلم يا اللي رفعت رايتها وقدرتها ودفعت قيمتها، ان شاء الله تكون نهايتها حياة وموت. تسلم لولادك وولادي. تسلم غادة، وتسلم كل فنانيننا اللي غنوا لمصر، وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. من أجمل الأغاني الدويتو اللي اتغنت لمصر لاتنين من أبناء مصر، شريان النيل الجميل، اتنين بنحبهم وبنعتز بيهم، أغنية مصر مصر تعيش يا مصر، نادية مصطفى ومنحت صار. تحية كبيرة. مصر 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 تعيش يا مصر، مصر 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 تعيش يا مصر. قوم الدنيا كلنا بنفتخر بيها، وهنظل عمرنا كله بنفتخر بيها، والاجيال اللي جايه تفتخر بمصر. قلبي اليوم مبروك لمصر. انا كنت في قناه السويس اول امبارح، شفت انجاز عظيم يدل ويدل على المصري العظيم اللي بيتحدى الصعوبات في اقل وقت واكثر جهد ممكن، وطبعا تحت قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان كلهم بيحبوه كمان صديق يكرم اولادهم، وعلشان ينفعوا اسم مصر دايما يا رب، دايما يا رب مصر اسمها مرفوع فاولادها طيبين. احلى يعني بقول لكم ان المعدن الطيب والشعب الاصيل بجد مصر، العالم كله دايما بيقول كده على مصر والمصريين. النهارده اجمد دويتو اتغنى لمصر، ومن الدويتو الجميل اللي باقي في وجداننا وفي قلوبنا الدويتو اللي عملته ناديه مصطفى ومدحت صالح، وتكريم خاص من نادي النوايا الحسنه بالشرق الاوسط في مهرجان ام الدنيا ومصر بتفرح بقناه السويس، واحتفالات جميله لمصر. فالنهارده كلنا جايين بفرحه كبيره يا ناديه. قوي قوي والله فعلا، ويا رب يفرح المصريين. يعني انا مش عارفه اقول ايه، انا طول ما انا ماشيه النهارده اولا على الفيسبوك شايفه كلمه مصر بتفرح بتفرحني انا شخصيا. النهارده كوبري اكتوبر والزينه وفرحه الناس فعلا بجد باينه حقيقيه، هو انجاز عظيم بجد بكل ما تحمله الكلمه من معاني. ولازم كل مصري النهارده يفتخر بان هو مصري، انا فخوره بان انا مصريه. قناه السويس ان شاء الله هو مشروع وانجاز عظيم ان شاء الله فيه خير لمصر باذن الله يا رب. احساسك ايه النهارده وانت قاعده بتسمعي كل الاغاني الوطنيه من اول سيد درويش لغايه الطفل صغير؟ احساس يعني بالانتماء قوي، لان الغنى الوطنيه ليها دور كبير فعلا في تعزيز الانتماء عند كل مواطن تجاه بلده. بجد يا بوسي انا بطالب من خلالك كل اجهزه الاعلام سواء اذاعه او تلفزيون، كل القنوات ارضيه وغير ارضيه او فضائيه، ان هم يهتموا بالغنى الوطنيه. الغنى الوطنيه ليها تاثير السحر في ان الانسان يحب او يرتبط ببلده اكتر. انا لما بسمع غنى وطنيه جسمي بيشعر. النهارده ابتديته بغنوه الفنانه الكبيره العظيمه ياسمين خيام، المصريين هم والله العظيم انا عيطت يعني دموعي كلنا تاثرنا بالاغاني، ولا احلف بسماها وترابها ولا الاغاني العظيمه اللي انا على الربابه الورد الربابه، كل الاغاني دي بجد محفوره في وجداننا، وفي نفس الوقت في اجيال من حقها انها تسمع الاغاني دي. فارجو بجد يعني كل القائمين على يعني الاعلام ان هم الناس دي كمان لازم تتربى على الاغاني الحلوه دي اللي عايشه في وجداننا وهتعيش اجيال كتير باذن الله. اكيد. النهارده طالبتك على المسرح بدويتو جديد بعد مصر الجديده بقى، بعد القناه وبعد ما رحتي وتاثرتي وانبسطتي قوي وشفتي، بيقول اللي بيبقى جوه القناه غير اللي بيشوفها. صحيح صح، انا ما كنتش حاسه بده فعلا الا لما رحت هناك وشفت الموقع وشفت قد ايه ناس تعبوا بجد. شفنا اولا فيلم تسجيلي قبل ما نزور الموقع، تسجيلي
وخريطه وشفت الناس هم بيتعبوا وبيحفروا، فقد ايه فرحانه وفخوره بالمصريين دول، وانا ببعت لهم يعني تحياتي وتقديري وببوس ايد كل مصري فعلا بجد حفر بكل حب القناه، لان هي زي ما قلت لك هو مشروع هيعم على مش بس المصريين، على العالم كله ان شاء الله بالخير ان شاء الله. انا على فكره عملت دويتو بس مش مع مدحت صالح عملت مع محمد الحلو دويتو خاص بالقناه، وان شاء الله هيعجبك باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الف مبروك. ميرسي يا بوسي، الله يبارك فيك. اغنيه عايشه في وجداننا كلنا، ما تقولوش ايه هدتنا مصر، وقولوا هندي ايه لمصر. للملحن الكبير حلمي بكر. ما نقولش ايه هدتنا مصر، نقول هندي ايه لمصر، ما نقولش ايه هدتنا. انا سعيد النهارده ان انا موجود بينكم، شكرا على التقديم الجميل والتكريم الجميل، شكرا. يا حبايب مصر، يا حبايب مصر، مصر 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 حبايبنا. فهد سيد درويش موجودين معنا، وبلادي بلادي وسيد درويش. Oh.